اعوذ بالله من الخبث والخباز. جرى ايه يا رجب؟ هو انت فتحت باب حمام؟ انتوا مين؟ انا سكر يا رجب. قول لي اخبار المتر ايه؟ لا الحمد لله زي الفل. احنا كنا فين وبقينا فين؟ ده بعد عنك جات له ازمه سكر وكان هيروح مني. والدكتور شافه؟ ولسه ماشي. طب واحنا هنفضل نتكلم على الباب واحنا واقفين كده يا سكر ولا ايه؟ مين ده يا استاذ سكر؟ ده الكابتن غزال بلدياتي. اتفضلوا. اقلع الجزمة يا غزال. بس هي ما خوضتش ولا دهست في حاجه يا سكر. انت هترجع علي ايه؟ اقلع النظام هنا كده. طيب يا سكر ايديك. العيشه مشوف. اتفضل يا استاذ سكر. المتر موجود في اوضه النوم. انت تعالى ورايا. على فين؟ على المطبخ. مطبخ؟ والله وتبعزق كرامتك يا كابتن غزال. اول مره من ساعه معرفتك اشوفك رايق بالشكل ده. ده انا خلاص بقيت كويس. كويس ايه بس؟ ده انت وشك اصفر زي الليمونه يا اخي. السكر كان عالي شويه بس، لكن دلوقتي خلاص الحمد لله بقيت كويس قوي. اكيد من الزعل. الله يخرب بيت اللي زعلك. ممكن اطلب منك طلب؟ ادوات يا سكر عشان خاطري. اتفضل. عايز ايه؟ انا عايزك تحافظ على نفسك. انا ماليش في الدنيا غيرك. انت اخويا الكبير وابويا اللي ما شبعتش من حبه وعم اللي ما شفتوش. والله العظيم انا اول ما رجب قال لي انك تعبان الدنيا سودت في عيني. ما بقتش شايف قدامي غير الايام الغبره اللي عشتها طول حياتي. لو ليها معزه عندك يا ريت يعني ما تحقدش في روحك. اي حاجه تزعلك ارميها ورا ظهرك. الدنيا مش مستاهله يا متر. وعلى فكره انا قلعت الجزمه على الباب مع انها مركب. ايه القرف اللي انت لابسه ده؟ قرف؟ ده ايموس. ايموس؟ يعني ايه ايموس؟ يعني ايه ايموس؟ مش عارف يعني ايه ايموس؟ وعامل لي فيها المتر شفيق راح والمتر شفيق جه وبتكلم المحافظ في التليفون ومش عارف يعني ايه ايموس؟ ده انا اللي جاي من سلمون القماش ما بقاليش شهرين بقيت ايموس. خلص يا سكر، خلص انا تعبان. خف انت كده وقوم بالسلامه وانا خليك كمان ايموس. تخيل بقى الشعر الابيض مع البادي الاسود مع البنطلون الساقط. يا سلام، اوعى تعمل كده. خرب عقلك يا سكر. بس برضه ما قلتليش يعني ايه ايموز. مش عارف. يا جدع انت ما تدلعش وسيب نقره. قلت لك ما ينفعش. بقول لك يا رجب ما تستعفاش عليا، لحسن والنعمه خليفك. اسمي الشيف رجب، وبعدين انسى انك تخرج من هنا خالص. ماشي يا سياده الليوي، سيب نقرك اروح اطل على المتر. دي زيارة المريض واجب يعليل الواجب. ما عنديش تعليمات انك تخرج برا المطبخ وتروح اوضه النوم. يا رجب يا رجب. ايوه يا استاذ سكر. الحقني يا سكر، الراجل الطحش ده زميلي في المطبخ. خير يا استاذ سكر؟ اعمل احلى عشر بايديك الحلوين دول. المتر هيتعشى معانا. معقول يعني المتر قام بالسلامه وهيتعشى معانا؟ امال ايه؟ وخد ده عندك كمان. مش هنتعشي في السفره كالعاده. امال فين؟ هنتعشي في الليفل. معقوله؟ ايه ده؟ يعني انا هشوف الليفل؟ مكتوبه لك يا غزال. يا حبيبي يا سكر. الحضن يا غزال.